السلام عليكم ورحمة الله. محاضرتنا اليوم عن Professional Roles and Career Development اللي هي من كتابكم من Chapter 7. ببلش كتابكم بأنه يحكي عن تجارب Occupational Therapist، ليش اختاروا هاي الكارير، فروحوا اقرأوها صفحة 57-58. طبعا ليش مهم إلا نعرف Professional Roles ك أدوار بيقوم فيها المعالج الوظيفي لحتى تعرفوا أنه في variety بالمناصب أو الأعمال اللي ممكن تقوموا فيها كمعالجين وظيفيين. فهذا هو فعليا هدف الشابتر، أنه شو ممكن أنت تشتغل كمعالج وظيفي، أوكي، وشو كيف ممكن نعمل career development towards the end of your studies. طبعا التابل هذا مهم جدا لنعرف كل دور من ادوار المعالج الوظيفي ونعرف شو تعريفها، تمام. فخلينا نبلش براس الصفحه من فوق، نبلش ب practitioner OT. اوكي، انت كمعالج وظيفي هاي اهم وظيفه او اكثر وظيفه most common ممكن تشتغل فيها، اللي هي كونك practitioner. practitioner ممارس، يعني معالج، تمام. Occupational therapist in other words. شو الميجر فانكشن؟ أهداف وظيفتك إنك to provide quality OT services including، لاحظوا، بدك تعمل evaluation، بدك تعمل تقييم للمريض لاحتياجاته. ما رح يجيك التحويل فيه غير اسم المرض، ما رح يجيك إشي أكتر من هيك. رح يجيك كمان مرضى ممكن بدون diagnosis. You have to evaluate them. You have to find the problem areas. وتحط لهم خطة علاجية intervention. حط لهم planning program planning. تحط لهم كمان غير هيك تنفذ العلاج وتعمل تخطيط للdischarge. يعني متى هذا المريض بده يطلع؟ لما يطلع شو بده يصير؟ وين بده يروح؟ etc. You have to do documentation. التوثيق جدا مهم بوظيفتك كمعالج وظيفي. أوكي، لازم توثق تقرير، تقدم تقارير دورية، تقرير التقييم، تقرير الدوري هذا اللي كل يوم تعمل كل سيشن شو بتعمل، تقرير مثلاً عن الخطة العلاجية، وتقرير التسريح أو تقرير الخروج من الخدمة. You have to communicate. You have to إنك تتواصل مع other members of the team. You have to communicate with the patients, with their families, etc. So service provision may include direct, monitored, and consultative approaches. يا إما السيرفيس الخدمة أنت بتقدمها بشكل مباشر للمريض، بشكل monitored، يعني إنه حدا في حدا بيراقبك أو في حدا مشرف عليك، أوكي؟ أو أنت بتكون بتقدم استشارات لبعض الفئات أو بعض الأشخاص، زي مثلاً المعلمين بالمدارس، المرضى بيجوا عليك بيستشيروك بدل ما ياخدوا خدمات أو services أو sessions، ممكن ياخدوا استشارة فقط. نيجي هلأ للـ OTA اللي هو الـ Occupational Therapy Assistant. هذا عرفنا شو الفرق بينه وبين الـ OT. Assistant طبعاً هو بيكون دارس دبلوم علاج وظيفي، وهدفه to provide quality OT service to assigned individual under the supervision of an OT. هاي already حكيناها بمحاضرة سابقة. الرول الثالث اللي ممكن انت تقوم فيه اللي هو الeducator. Educator، سواء كنت consumer أو سواء كنت يا إما بتعطي لconsumer، تعطي education لconsumer أو لمريض، أو تعطي education لpeer، لحدا من زملائك. So what you do is to develop, you provide educational offering or training. كثير من الOTs بيعملوا دورات، كثير منهم بيعملوا workshops بسكيل معينة. You give it to the community, you give it to consumer، لمريض، you give it to your peers، زملائك بالعمل، either individuals or groups. تمام؟ Fieldwork Educator Practice Settings. طبعا هذا اللي هو بيدرس بمكان التدريب العملي، تمام؟ هذا هو الشخص اللي بيطلع مع الطلاب على Fieldwork، على التدريب السريري، وبيدربهم هناك بالمكان، مكان العمل. So زي ما انتم شايفين دوره It manages Level 1 or Level 2 Fieldwork in Practice Settings. This provides OT students with opportunities to practice. إذا أنت دورك إنك تعطي فرص للمعالجين الوظيفيين OTs
اللي هن بتدربوا عندك لحتى يقوموا ب او لحتى يقوموا بالبراكتس to carry out practitioner competencies. خامس وظيفة ممكن متوقع منك كأوتي اللي هي ممكن تكون supervisor، مشرف يعني supervisor، انك انت مشرف على تقديم الخدمة، تقديم خدمات العلاج الوظيفي بأي مكان عمل، لكن وظيفتك مشرف، مش انك عم تقوم بالسيشنز ولا كثيرابيست، لا كمشرف. اللي بعدها administrator، يعني بالإدارة، you manages department، انت بتكون مدير لدائرة، مدير لوحدة، مدير لبرنامج، مدير لخدمة، مدير لأيجنسي، تمام؟ ممكن تكون consultant، زي ما قلنا you provide occupational therapy consultations، يعني فقط وظيفتك استشاري لمركز معين أو لفئة معينة أو لمكان معين. زي ما في field work educator، في كمان academic field work coordinator، هذا الشخص اللي هو منسق التدريب السريري، يعني انت بتروح بترتب الاماكن التدريب، تعمل اتفاقيات مع الاماكن within an academic setting، اكيد بدك تكون تشتغل بجامعة، لكن وظيفتك انك ترتب مع اماكن التدريب موافقات رسمية، انك تشوف الستودنتس، تشرف عليهم، تنسيق، هدفك تنسيق الفيلد وورك، تمام؟ ممكن تكون كفاكلتي، ممكن تكون فاكلتي، يعني زي أنا يعتبر فاكلتي، أعتبر فاكلتي، I provide formal academic education for OT or OTA students. ممكن أنت تدرس ماجستير، تدرس دكتوراه، وترجع تشتغل كفاكلتي ممبر، عضو من أعضاء هيئة التدريس، تمام؟ ممكن تكون أنت مدير برنامج أكاديمي، أوكي، director اللي هو head of department مثلاً، أو director of program. This you are managing the educational program. قبل الأخيرة، دورك ممكن يكون كريسيرشر أو كسكولر، عالم، دورك إنك تعمل to develop, to refine, to evaluate the body of knowledge. إنك تعمل research، إنك تعمل توفر ال evidence إنه evaluations أو sorry interventions عم تشتغل مع المرضى، وهيك بالتالي أنت بتكون باحث أو عالم. وآخر شيء هو الانتربرنور. الانتربرنور بالعربي يعني اللي بيشتغلوا على حسابهم الخاص، اوكي، اللي بيشتغلوا متعهدين بحالهم، انتربرنورز يعني partially or fully self-employed who provide occupational therapy services، بس ما في عندهم وظيفة رسمية، هم بيكونوا على رأس عملهم، وهم بيكونوا بيقدموا خدمات العلاج الوظيفي لحسابهم الخاص، they are private، تمام؟ بالسلايد هاي عم نحكي عن مستويات الأداء، levels of performance. أنت كمعالج وظيفي متوقع منك أنك تكون بـ 3 levels اللي هن هدول بيجوا consecutive after each other. رح تبلش أنت بالإنتري ليفل أكيد، طبعاً كل المعالجين الوظيفيين رح يبلشوا بهذا الليفل، تمام؟ وهو طبعاً لا يعتمد فقط على سنوات الخبرة، إنما يعتمد على اكتسابك لمهارات إلها علاقة بخبرة العمل، بالتعليم، بالتعلم، بالبروفيشنال سوشياليزيشن اللي هي تواصلك الاجتماعي بشكل مهني. إذا هي أكثر من خبرتك العملية، أوكي؟ هي تشمل أشياء أخرى. لكن لنتفق على شيء إنه هو الإنتري ليفل هو اللي أنتوا بتبلشوا فيه بعد التخرج تقريباً. بهذا الليفل أنت basically you are working on development of your skills. عم تشتغل على تطوير مهاراتك، عم تشتغل على التواصل الاجتماعي لحتى تكون بمكان معين، يعني شيء بسيط جدا، عم تقبل بالمسؤوليات والاشياء المناطه بك انت كمعالج، تمام؟ So professional activities is expected، يعني شيء بسيط جدا، هدفك وتركيزك الاساسي هون انك تطور مهاراتك. نيجي هلا على الانترميديت. بالانترميديت بيزيد استقلاليتك كموظف، كمعالج، بصير عندك البيسك رول فانكشن، يعني بصير في عندك الماستري أو كفاءتك في الدور، بتصير فيها جودة عالية، بتصير أنت كفؤ فيها. وطبعاً أكيد بتعتمد على خبراتك السابقة لحتى أنك تستجيب لبعض السيتيويشنز اللي بتصير معك، أو الحوادث أو القصص اللي ممكن تصير معك، تعتمد كتير على خبرتك وتجاربك السابقة أكيد. طبعا هون لازم يبلش شيء اسمه specialization،
اللي هي التخصصية. أكيد أنت رح تشارك بتعليم حدا، بأنك تعمل أكيد تتخصص في مجال معين، أكيد زي مثلا أخذت شهادة معينة بالهاند ثيرابي أو بالسبلنتينج، أو أكيد هون بده يكون الليفل تاعك بالسبيشالتي بده يكون هون أعلى وأرقى، بدك تأخذ مثلا شهادة تخصص بشيء معين. نيجي هلا على الادفانسد واللي هو الاخير. طبعا هون انت يو ار كونسيدرد ان اكسبرت، انت خبير، انت تعتبر ريسورس، مصدر لاي حدا ممكن ياخذ منك العلم، ياخذ منك التجارب، ياخذ منك الخبرات. علمك وتجاربك وخبراتك اكيد اكتسبتها عن طريق الادوكيشن وعن طريق السكيلز وعن طريق الاكسبيرينس، واكيد انت اخذت فيدباك من الناس كلها، ولذلك صار في عندك ريفاينمنت اوف سبيشلايزد سكيلز، صار في عندك زي ترتيب لمعلوماتك لمهاراتك لشغلك. تمام، واكيد بتفهم الكومبلكس ايشوز اللي هي امور معقده افكتنج ذا رول فانكشن. تمام، غير هيك راح انت تصير بتساهم بعمل النوليدج، انت يو كونتريبيوت تو ذا نوليدج بيس، انت راح تساهم بالجروث اوف ذا بروفيشن، سواء على مستوى الابحاث، سواء على مستوى التعليم، على مستوى البراكتس. تمام، اكيد كونك راح تكون اداري قيادي، راح تعطي المنتورينج والريسيرش والاديوكيشن وحتى الفولنتيرزم اللي هي التطوع للناس اللي انت بتشتغل معهم. سو هذا الليفلز زي ما حكينا بتعتمد على الخبره، كل ما نزلت ووصلت عند الادفانس رح تزيد خبرتك، رح تزيد الاديوكيشن تاعك، رح تزيد السوشياليزيشن وذين بروفيشنال سوشياليزيشن بنسميه، واكيد رح تزيد الاندبندنس عندك والثقه بالنفس والماستري والنوليدج رح تزيد كل ما نزلنا بهذا الكونتينيوم للاسفل او للادفانس زي ما بدكم تطلعوا عليها للاسفل او للاعلى. بيسكلي كل ما صرت انت ادفانس ليفل، كل ما زادت سنوات خبرتك، زادت ثقتك بنفسك، وزادت knowledge base عندك والعلم والeducation. أكيد طبعا المنظمة الأمريكية للعلاج الوظيفي حكت لنا minimum standards أو minimum requirements، متطلبات يعني أدنى المتطلبات لحتى تصير أنت OT practitioner، وهي المتطلبات بتندرج تحت 4 areas، 4 نواحي. الناحية الأولى professional standing and responsibility. عشان أنت تكون معالج وظيفي لازم تكون بعدة أمور تتعلق بالمهنية والمسؤولية. أولها لازم تعطي السيرفيسز بناء على فلسفة الأوتي، يعني لازم تقدم الخدمات تكون منسجمة ومتجانسة مع فلسفة الأوتي. اثنين، لازم كمان نحترم الستاندردز البوليسيز والجايدلاينز تاعت الدولة اللي انت بتشتغل فيها، يعني نحن وزارة الصحة اكيد بدنا نحترم التعليمات والأنظمة تاعت وزارة الصحة. ثلاثة، تعمل نظام مزاولة مهنة، تشوف شو كيف ممكن انا احصل اكون ممارس للمهنة بشكل ليجال، بشكل ريجسترد. تمام، ثالث شغلة ورابع شغلة I lost counting، اللي هي انك تحترم ميثاق أخلاقيات المهنة. أخلاقيات المهنة اللي راح يكون موضوع محاضرتنا القادم لازم نحترمها، أوكي؟ غير هيك إن نعرف الـ evidence-based research. لما تكون أنت responsible أنت بتشتغل بناء على أبحاث علمية مش haphazard، مش بشكل عشوائي. النقطة الثانية اللي هي screening و evaluation و re-evaluation. المعالجين الوظيفيين مسؤولين زي ما حكينا عن المسح، عن التقييم وعن إعادة التقييم، عن الثلاث أشياء هدول مسؤولية المعالج الوظيفي. طبعاً أنت كمعالج وظيفي بتستقبل التحويلات، بتبلش المسح وبتعمل التقييم اللي أنت بناء على احتياجات الموارد زي ما أنت شايف، بعد ما حللت، بعد ما فسرت من المقابلة الأولية مع المريض بتختار الأدوات التقييم اللي أنت بدك تعملها. تمام، غير هيك انت عم بتوثق وبتدون هاي النتائج، الاوبزرفيشنز، نتائج الاسسمنت، نتائج الانترفيو، كلها هيتها لازم تكون دوكيومنتد، مكتوبه، ورح ناخذ محاضره عن الدوكيومنتيشن واهميه الدوكيومنتيشن كمان. ثالث نقطه، مسؤولياتك اثناء الانترفنشن. اثناء الانترفنشن طبعا دوكيومنتيشن، يعني بدي ارجع لها لانها مهمه جدا، انك توثق شو عملت مع هذا المريض، شو الاكتيفيتيز اللي عملتها، كل تاريخ كل جلسه
بدك توثق ايش الاشياء اللي عملتها، تمام؟ Based on what؟ انت عملت تدخلات، لازم تكون مبنية على دليل علمي، انت ماخذ فيها اهتمامات واهداف واولويات المريض، وكمان في عندك professional reasoning ومسميه therapeutic reasoning اللي هو التحليل المهني او المنطقي، تحليل المنطق او المنطق المهني عم تستخدمه انت، تمام؟ فاثناء الانترفنشنز لازم تحط هدول النقاط في بالك. واخر شيء طبعا الاوتكمز مهمه جدا، لما انا اشوف التقرير النهائي لهذا المريض واشوف شو هي الاوتكمز اللي حصلها من التدخلات اللي انا اعطيته اياها، تمام؟ لازم تحكي لي شو التغيرات اللي حصلت عند المريض. You should document also what are the outcomes. هل المريض تحسن دوره؟ هل المريض مهاراته وقدراته تحسنت؟ الآلام والأعراض كلياتها مثلا راحت؟ شو خطتك للفولو اب؟ شو خطتك للإديوكيشن؟ هل علمت الأهل؟ هل صار في تحسن بحالة المريض أو لا؟ وبالتالي هدول الرولز والريسبونسابيلتيز أنت أثناء تقديم الخدمة لازم تحطهم في بالك، الأربع نقاط هدول. مكملين لـ Table 73 واللي هي مسؤوليات المعالج الوظيفي بكل واحدة من خطوات العملية العلاجية، ابتداء من الـ Evaluation لحديت الـ Outcome Evaluation زي ما شرحت لكم إياها هلأ. اقرأوا لي فقط هذا الجزء اللي هو تركزوا عليه الـ Occupational Therapist، دور المعالج الوظيفي بكل واحدة من هدول الخطوات واللي هلأ أنا حكيتها، أوكي؟ لكن ملخصة أيضاً بالتابل هذا. ننتقل لموضوع جديد اللي هو السوبرفيجن، تمام؟ طبعا السوبرفيجن can be quantified by number of hours and level of intensity of supervision that's provided. إذا في عندي number of hours، عدد الساعات اللي أنت بتشرف فيها على معالجين وظيفيين آخرين، وأيضا الليفل مستوى السوبرفيجن، أيضا الانتنسيتي قد إيه حدة ال supervision بدها تكون، اوكي؟ سو في عندنا طبعا فيجر 7.1 بصفحه 61 عم بحكي لك عن الليفلز اوف supervision واللي هي السلايد اللي بعد رح نحكي عنه، لكن رح نشوف مرات كثير السوبرفيجن بتكون فيس تو فيس مع وجود التكنولوجيا الحديثه واللي هي السوشيال تكنولوجي، سوشيال كوميونيكيشن، صار في عندنا تيلي كوميونيكيشن اللي هو التواصل عبر شبكات الانترنت او شبكات التواصل الاجتماعي، صارت اوريدي ايضا متاحه. خلينا نحكي بدايه عن السوبرفيجن. انت لما تكون سوبرفايزر او سوبرفايزي، يعني يا اما مشرف او حدا بيشرف عليك، اتس كوبراتيف بروسيس، هي عمليه تعاونيه بينك وبين بين اي اثنين فعليا. They can يعني have joint effort. الفكرة انهم هن التنين عم بعطوا effort، سواء كنت انت مراقب او مراقب، انت عم تعمل establishing و maintaining و elevating for level of competence and performance. بالنهاية سواء انت كمعالج او كمشرف، الهدف انك ترتقي بخدماتك وتصير خدماتك افضل. طبعا بدنا نطلع levels of supervision زي كأنها continuum، اوكي؟ كل ما انتقلنا لهي الجهة كل ما زاد عنا السوبرفيجن، وهون صار في عندي أقل سوبرفيجن مالها عم بتقل. خلينا نشوف النوع الأول. النوع الأول من السوبرفيجن هو direct or continuous supervision، يعني هاي السوبرفيجن direct نحكي مباشرة، وcontinuous مستمرة. What you are doing is you are supervising therapist is in the immediate area at all times. أنت وياه موجودين مع بعض all the time. So required for OT and OTA students. بالذات للطلاب level of supervision اللي بيحتاجوه كتير بيكون عالي. Okay. طبعا كل ما انتقلنا لهون حكينا بقل supervision. خلينا ننتقل للنوع الثاني اللي هو close supervision. اوكي، الكلوز سوبرفيجن طبعا هو بيكون ديلي لكنه مش كونتينيوس، كلوز بس اتس نوت كونتينيوس. اوكي، في عندي دايركت كونتاكت ات ذا سايت اوف ورك اونلي، في بعض الفلكسبيليتي هون ان تيرمز اوف تايم، يعني مش طول الوقت، اوكي، لكنه بيحصل بشكل يومي.
اوكي وفي عندي كونتاكت مباشر at the site of work. نيجي على الروتين supervision. لما نحكي روتين supervision يعني face to face contact at least every 2 weeks، يعني كل اسبوعين بمكان العمل انت بتلتقي مع السوبرفايزر، اوكي، وممكن كمان يكون مباشر face to face او نسميه interim supervision through methods of telecommunication. يعني هون دخلنا احنا بالتليكوميونيكيشن اللي هي استخدام التكنولوجيا او السكايب او اللي هي وسائل التواصل الالكترونيه. تمام، اخر شيء اخر مستوى من السوبرفيجن بنسميه جنرال. الجنرال يعني initial direction and face to face contact with the supervising therapist at least once a month. اذا هادي once every 2 weeks، وهادي سوري عم بكتب بس ب اوكي، وهادي at least بنحكي once a month per month. اوكي، interim supervision as needed by telecommunication. ايضا ممكن كمان تكون السوبرفيجن عبء من خلال التليكوميونيكيشن once in a while. زي ما حكينا السوبرفايزر والسوبرفايزي they both need to understand each other level of competence. لازم أقدر المشرف علي شو كفاءته، شو علمه، شو إشرافه. كذلك لازم هو كمان يقدر إنه أنا عندي خبرة وأنا عندي تعليم وعندي credentials وعندي وعندي وعندي. فهي عملية تفاهم بين المشرف وبين المشرف عليه، تمام؟ لكن أهم شيء البارامترز تكون محطوطة، المتطلبات من كل واحد فيهم، وبالتالي السوبرفيجن لازم تكون تعتمد على عدة عوامل. لما أقول أنا عدة عوامل بنركز عليها بالسوبرفيجن، شو قصدنا؟ يعني نحكي إنه السوبرفيجن تختلف حسب الكومبلكسيتي of the client needs. يعني كل ما زادت تعقيد حالة المريض، كل ما زادت زاد حاجتنا للإشراف عليها، صح؟ يعني تخيل نفسك أنت كطالب عم تشتغل مع مريض C4, C5, spinal cord injury، مرض جداً معقد، مرض يعني جداً صعب، أنت بتحكي عن quadriplegia صابت هذا المريض، يعني شلل رباعي نسميه، كل الأطراف تلاقيها مشلولة أو disabled. أوكي، فهذا الـ client needs أكيد بيكون complex needs، أكيد بدك supervision تكون أعلى بهالحالة. كل ما زادت الـ complexity كل ما زادت الـ supervision. كل ما زاد عدد المرضى وتنوعهم كل ما زادت حاجتك للـ supervision. كل ما زادت الـ skills تاعت الـ OT كل ما قلت السوبرفيجن. أكيد كل ما زادت مهاراتك أنت كأوتي كل ما قلت حاجتك للسوبرفيجن. وأكيد آخر شغل الهيت تايب أو براكتس سيتينجز، يعني في أماكن معينة بتتطلب نوع معين من الإشراف، بيكون مكثف، بيكون دقيق، بيكون all the time، بيكون أوكي، وفي أماكن تانية بده يكون فيها الإشراف يكون أقل وأقل حدة وإنتنسيتي. إذا خلينا نعيد، رح يزيد مستوى السوبرفيجن، رح يكون more frequent than the minimum level. متى؟ لما تكون احتياجات المريض the needs of the client and the occupational therapy process are complex and fluctuating. وضع المريض، احتياجات المعالج الوظيفي تلاقيها معقدة، لما نلاقي انه احتياجات المريض بتزيد، تمام؟ لما يزيد عدد المرضى عندك وتكون احتياجاتهم مختلفة diverse بزيد ال frequency of supervision. غير هيك it is determined by the OT and the OTA that additional supervision is necessary for the delivery of safe and effective OT services. أكيد كل ما زادت السوبرفيجن كل ما أنا تأكدت إنه هاي الدليفري اوف سيرفيس إنها تكون سيف، بالذات مع المرضى اللي بيكون خطر التعامل معهم، عندهم ريسك اوف فول أو عندهم diseases that are complex، أكيد السيفتي becomes first. طبعا في عندي مصطلح اسمه service competency اللي هو كفاءة الخدمة. لما انت تكون معالج وظيفي تشتغل في مكان معين، اكيد you want to ensure that your services are competent. You are in a high level of confidence that what you are doing is great. What you are doing is perfect or ideal. تمام؟ So, service competency تعريفها انك انت تحدد
ولو بأي طريقة إنه اللي عم تعمله أنت في مستشفى A هو equivalent to same procedures as you are doing what with مستشفى رقم B. Okay, so you are doing your job regardless of the place you are working on. This is what's defined by the definition of service competency. بهاي السلايد رح نحكي عن آخر موضوع اللي هو عن teams and teamwork. طبعا في عندي ثلاث أنواع لعمل الفريق مع بعض. أول نوع بنسميه multidisciplinary، ومن اسمه multi يعني رح تلاقوا إنه في عندك أكثر من discipline بيشتغلوا مع بعض، بس للأسف ما في interaction، يعني كل واحد عم بيشتغل لوحده. There is no any kind of collaboration or interaction on the patient. يعني بتلاقي مثلا طفل سي بي بيشتغل معه البي تي لحاله، بيشتغل معه الاو تي لحاله، بيشتغل معه السبيش لحاله. كل واحد بيشتغل بمكان يمكن مختلف، ما عم بيلتقوا، ما عم بيناقشوا الحاله، كل واحد عم بيشتغل شغله لكن لوحده. لما نقول transdisciplinary يعني هدول الممبرز they cross over each other boundaries. ممكن حتى الـ PT يشتغل شغل الـ OT، ممكن الـ OT يشتغل شغل الـ PT. وبالتالي هون في عنا disadvantage إنه بنلاقي إنه في عنا blurring of traditional roles، يعني مثلا الأدوار غير واضحة لأنه كل حدا بيشتغل شغل الثاني. هذا بينفع لما نلاقي مثلا إنه نقص في الموارد أو نقص في البروفيشنال، زي مكان نائي، مكان بعيد ما فيه speech مثلا، فالأوتي بيشتغل شغل speech it can work. نيجي على النوع الثالث وهو طبعا أفضل الأنواع اللي هي طبعا بنلاقيه هلأ most commonly found، إنه الممبرز عم بيشتغلوا within their professional roles لكن عم بتعاونوا، عم بصير في بيناتهم interaction، عم بيجلسوا مع بعض، they meet, they plan the overall care of the client، لكن كل واحد عنده عارف شغله وعارف احتياجاته وعارف أهدافه للعلاج. So sometimes they can work together. Sometimes يعني جلسات مثلا joint session between the OT and PT they can meet with the patient at the same time. They plan the care. They know what each everybody is doing on the team. And this is basically the best approach and it's the most commonly found in healthcare today. وآخر شيء طبعاً بدي I want to refer you to table 7.2. It's called the Standards of Continuing Competence for Occupational Therapists. رح نشوف إنه في عندي standards زي knowledge, critical reasoning, interpersonal abilities, performance skills, وethical reasoning. هدول أكيد tools for development, for continuing competence. In order to be a competent practitioner, you have to have all of these standards. فأرجوكم تروحوا لبوكس أو table 7.2 ونقرأه. أيضا I want to refer you to table 7.3 اللي هو عم بحكي عن specialty certification أو advanced practice credentials. شو هي الأشياء اللي ممكن أنتوا تحصلوها بعد تحصلوا عليها بعد التخرج؟ رح نلاقي أنه في عندنا مثلا board certified in pediatrics، يعني هذا الشخص هو certified مؤهل أنه يشتغل بحالات pediatric. board certified in mental health، Board Certified in Gerontology، أيضاً in Rehabilitation. لاحظوا أنه في عندكم degree اسمها أو certification اسمها Assistive Technology Practitioner، Certified Case Manager، Certified Driving Rehabilitation Practitioner، هي حكيناها المرة الماضية، Certified Hand Therapist، Certified Professional Ergonomist، Certified Vocational Evaluation Specialist. إذا في عندكم Specialty Programs زي ما أنتم شايفين تنضاف وراء اسمكم. I hope إنه أنتوا you can get at least one of these. It is highly prestigious. It's highly needed for the profession to have an extra نحكي specialty or credentials. بيكون اسمك الكامل وراء فاصلة OT وراء مثلا على سبيل المثال CHT Certified Hand Therapist. اسمك OT وراء NDT Trained in the Neurodevelopmental Therapy. I hope you can work on these certifications. هي حتى حاطين لكم من وين بيعطوهم، يعني مش بس الكريدنشلز كاتبين لكم، على العمود اللي على اليمين مكتوب granting organization، شو هي المنظمه اللي عم تعطيك هاي السيرتيفيكيشن، بتعملوا عليها سيرش وبتاخذوها. I think it's an exam, it's something you study and you sit for an exam and it is worth to have it. يعطيكم العافيه، تكون المحاضره خلصت. الآن بدي أدعيكم أنكم تشاركوا بالفورم، أكيد ضروري مشاركتكم هي تحسب أكيد لحضوركم المحاضرة، ويعطيكم ألف عافية، نشوفكم إن شاء الله يوم الاثنين القادم، السلام عليكم.